خلينا زي ما انتي طبعا عارفة وسامعة وكل الناس قصة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والموضوع الكبير، سابوا بعض رجعوا لبعض، سابوا بعض رجعوا لبعض. توقعاتك ليهم ايه في 2023؟ طيب هيكملوا كويس انك سألتي. هيكملوا ولا مش هيكملوا؟ لا بصي، انا هقول لك حاجه. انا من اول ما اتجوزوا من اول مره اتسالت السؤال ده، وقلت ان هما ارقامهم مع بعض رغم ان هي ميزان وهو جوزاء والاثنين ابراج هوائيه، يقولوا لي ازاي ده هما الاثنين الجوزاء والميزان يمشي كويس قوي مع بعض. هي المشكله في الارقام، هي مولوده يوم 8 وهو 31. علم الارقام بيقول انه الارقام دي مع بعض يبقى فيها احباط على طول، هي دايما منتظره منه حاجه مش لاقياها وهو منتظر منها حاجه مش لاقيها، فده هيفضل على طول الخط. يعني شيرين وحسام حبيب هيسيبوا بعض تاني؟ عايزين يكملوا بس هتبقى دايما في حاجه ناقصه. لا، توقعاتك 2023 لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، هيكملوا ولا لا؟ لا مش مش هيكملوا، يعني هيرجعوا ينفصلوا مرة تانية. حاجة تانية، إن أنا شايفة إن هم عندهم رغبة، لو هنشوف توقعات ليهم هما الاتنين عندهم رغبة في البعد عن الأضواء. طبعا الفترة اللي فاتت دي الأضواء كلها كانت مسلطة عليهم، فهم كل واحد فيهم عايز يبعد شوية عن الأضواء، يمكن ده ينفعهم حبة. بس الكواكب بتقول إنه في خلافات زوجية هترجع، لأن هي المشتري قدام. لسه بنقول كنا إنه الميزان المشتري في مواجهتهم لغايه 16 مايو. فاظن انه في الفتره دي لغايه 16 مايو، من اول السنه لغايه 16 مايو، المشتري ممكن يخليها مش مظبوطه نفسيا، وانفعالاتها ممكن تبقى مبالغ فيها، والله اعلم. ويعني عايزه اقول حاجه كمان للناس اللي حوالين شيرين، يحاولوا يقووها يدعموها. يعني هي يقووها ان هي تكمل مع حسام، ولا يقووها ان هي تنفصل عن حسام؟ كلمه صريحه، تنفصل عن حسام. ده كان راي عبير فؤاد في قصه شيرين عبد الوهاب المطربه طبعا الجميله وحسام حبيب. واحنا يعني في قعده ستات اكيد بنتمنى لهم الخير، يا رب يكملوا على خير في حاله ان هم في خير ما بينهم وما بين بعض وهيضيفوا لبعض. بالضبط. طيب. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.